بالنسبه للاوتونوميك وفيديوهات شرح الاوتونوميك النظري، عملت الاوتونوميك في سنري 9 ورقات كملخص للاوتونوميك، بالاضافه لحل اسئله الاوتونوميك، اسئله الامتحانات كمان موجوده. فعملنا فكره دلوقتي باذن الله تعجبكم. طبعا حطينا الورق اللي هنشرحه على البورد عشان يبقى اسرع بالنسبه لكل الناس اللي بتتفرج على المراجعه، ومن خلال كل ورقه هنقول دي مهمه نظري، دي مهمه ام سي كيو. فالبدايه الاوتونوميك نيرفس سيستم، هنلاقي النيرفس سيستم عندي متقسم لجزئين، سوماتيك اند اوتونوميك. طبعا ده جدول مقارنه في الكتاب. جدول المقارنه ده لازم تكون عارف 5 نقط. سوماتيك معناها بيتحكم فيك اراديا، فولانتي. يبقى الاوريجن بتاعه طالع من الانتيريور هورن سيل. انا حطيت رسمه تحت لمجرد ان انا اوضح لك شكل السباينال كورد في السوماتيك والاوتونوميك، بس انت مش مطالب بالرسمه دي. بيبقى خارج 1 افرنت بس من الانتيريور هورن رايح للمصل، وطبعا ما دام 1 افرنت يبقى 1 ترانسميتر. مش محتاجين جانجليا لان احنا مش رايحين لاورجنز كتيره في وقت واحد. كل دول النقط دي بنعكسها في الاوتونوميك. بدل ما تقول انتيريور هورن سيل تبقى الاوريجن اهي لاترال هورن سيل. عندي 2 افرنت، واحد اسمه بري جانجليوني، ودي الجانجلي عندنا، واللي نازل هو الباست جانجليوني. طبعا بيختلف سمباثيك عن بارا سمباثيك. الحته دي ام سي كيو كل سنه الدكتوره فاتن تركز عليها. السمباثيك بري جانجليوني بيبقى شورت، ولكن الباست جانجليونيك فيها بيبقى لونج عشان يعمل دايفيرجنس. والجمله دي جات لكم في امتحان نص السنه في يناير، لما قارنت بين سمباثيك وبارا سمباثيك بري اند باست جانجليوني. طبعا ده انفولنتري واكيد محتاجين جانجليا. طبعا في الصفحه الثانيه هقول لك انواع الجانجليا. جانجليا هي collection of nerve cells outside the spinal cord. لازم تعرف الجانجليا types and functions. السؤال ده ممكن يجي نظري يقول لك ليست انواع الجانجليا. انواع الجانجليا في حاجه اسمها lateral جانجليا. يعني كلمه lateral؟ lateral لو بصيت على السباينال كورد من على الجنب هتلاقي في جانجليا لازقه جنبه اسمها lateral جانجليا، تساوي واضح في الفيديو بارا فيرتبرال او سمباثيك تشين، عامله زي ضفيره حوالين السباينال كورد موجوده بالطول. طيب في حاجه اسمها كو لاترال. كو يعني جنب اللاترال جنب، سواء دي او دي الاثنين دول بيبقوا سمباثيك جانجليا. طيب ليه؟ عشان ما نحفظش، لان البري جانجليوني بيبقى قصير قوي. تخيل البري جانجليوني خرج هنا وعندي الالم ده لاترال جانجليا او كولاترال، بري قصير والباص طويل. ادرينال ميدالا از موديفايد جانجليا، كان زمان ليها بري اند باست جانجليونيك نيورونز، فقدت الباست جانجليونيك وبتفرز هرمونز، ده موديفايد جانجليا. الكلام المهم عملته بالخط الاسود البولد وتحتيه خط، عشان لما زميلكم احمد هينزل الكلام ده كبي دي اف تبقى الصوره واضحه. طب يعني ايه تيرمينال جانجليا؟ تيرمينال معناها ان الجانجليا جوه الاورجن، معناها ان البري جانجليونيك طويل والبوست قصير عشان ما يلحقش يتفرع ويغذي اورجنز كتيره في وقت واحد، وده شغل البارا سمباثيك. انا عايز الشغل يبقى لوكال، دي برضو ام سي كيو. لوكال اكشن هو بارا سمباثيك. اما السمباثيك هنا بصوا قلت عليه جنرال. جنرال يعني بيشغل اورجنز كتيره في وقت واحد. دكتور فاتن اخر سنه بتحب انها تلعب بالالفاظ، مره تقول لك emergency action حاله طوارئ، او alarm action كانه الجسم بيبعت لك انذار الحقني انا في ستريس. كلمه ستريس
او قلق الكتاب كتبها في 4 F. بصوا: fear, fight, flight, fright. دول المصطلحات اللي ممكن تيجي على السمبثاتيك، ال4 F وامرجنسي والارم. ايه فايده الجانجليا؟ 3 فوائد: ريلي، محطه تحول من بري الى بوست جانجليوني، ديستريبيوشن سنتر وهو المكان اللي بيشتغل عليه دراجز، يعني سايت اوف اكشنز اوف دراجز، نيكوتينيك ستيميولنت او نيكوتينيك بلوكرز. هنقول ان النيكوتينيك ريسبتورز موجوده في الجانجليا، فممكن ادويه زي نيكوتين سمول دوز تعملها ستيميوليشن، وادويه ثانيه نيكوتين لارج دوز او كوريري او هكسا ميسونيوم تعمل لها انهبيشن. الصفحه الثالثه هو جدول مقارنه بين سمباثيك وبارا سمباثيك. عمره في امتحان النظري هيجي يقول لك كومبير بين سمباثيك وبارا سمباثيك بصفه عامه. السؤال ده كان في التسعينات زمان، لو الناس بتبص على اسئله امتحانات دكتور فادي لا يمكن تجيب سؤال كده. ليه؟ لان هي السؤال 5 أو 6 درجات بالكتير، فبتختار لك جزئيه معينه. يعني مثلا تقول لك انا عايز الاوريجن اوف سمباثيك والبارا سمباثيك وعايز الاكشنز جنرال مثلا والهيد اند نيك، بتختار لك اجزاء معينه. ولما بتختار اجزاء في السؤال انت كطالب مطالب بحاجه، تحط الخناق على الشمال واللي هي طالباه تحطه. سمباثيك سوراكو لامبر سيجمنت، طبعا ده لاترال هورن سيل. سوراكو لامبر كل السوراسي من تي 1 الى تي 12 واول 3 لامبر سيجمنت. سؤال مهم بنتساله طول السنه، دكتور الاوريجين والريلي مطالبين بحفظه؟ الاجابه ايوه كسؤال نظري. لازم تبقى عارف اوريجين لكل حاجه طالعه منين والريلي تتحول فين. بارا سمباثيك كانوا 5 اعصاب: كرينيال نيرف 3 اوكيولو موتور، و7 فيشيال، و9 جلوسو فارينجيال، و10 فيجاس، وبلفيك نيرف. كنا بنذاكرها 1973، طبعا 1 دي هو الفيجاس العاشر. طيب الاكشنز جنرال، سمباثيك تون مهم جدا، ان السمباثيك بيعمل مايند فاز كونستريكشن لكل الفاسلز، هو اللي بيحافظ على البلاد بريشر 120 على 80 ما عدا 2 فاسلز سمباثيك بيوسعهم: كورونري فاسلز و بلاد فاسلز اوف سكيلتال ماسل. باراسمباثيك تون، تون يعني شغال طول الوقت بحاجتين: فيجال تون انه بيقلل الهارت ريت من 110 او 120 بيت بير مينت ل 70 اللي هو الافرج، وباراسمباثيك تون على الجي اي تي. نيجي للاكشن في الهيد اند نيك علشان الخص لكم القصه، اللي هتقوله في السمباثيك يبقى عكسه باراسمباثيك، فانا هنتفق معاكم ان انا هتكلم على السمباثيك يبقى عكسه على طول بارا، عشان وقتك في المذاكره تعرف توفره صح. على الاي بيعمل بيوبل دايلاتيشن، هتنقص في النظري لو ما قلتش ماي بريزز. لازم في النظري تكون قايل كلمه علميه مش بس بيوبل دايليتد، لا تقول لي مايل بيزس. طب ايه السبب؟ الدكتور اللي بيصلح ورقتك بيبقى الظرف بيبقى فيه 25 ورقه، هي الدفعه طبعا ما شاء الله فوق 1500، ولكن لما بنيجي نحط ورق الاجابه في اصرف 25 ورقه في الظرف. الدكتور بيقارن غصب عنه، طالب كتب ماي بيزس وطالب ما قالهاش، لا ده انا هديله فول مارك. بصراحه في موديل انسر، في نموذج اجابه دكتوره فاتن بتحطه من كتاب الاسم، فلازم تبقى انت عارف. يبقى مايدريزز دي عليها بره. الليفيت ذا ابر اي ليد مهمه، وانت بتتخانق جفنك بيطلع لفوق، عينك بتبرق. ريلاكس
the ciliary muscle far vision. ودي تحط تحتيها خط بالقلم الرصاص. الطلبة الأوائل يعملوا إيه؟ الكلام المهم في إجابته يحط تحتيه خط بالرصاص. اوعى تخاف انها علامه في الورقه بتاعتك، لا انت بتبين للدكتور خلي بالك انا قلت لك النقط المهمه اللي انت عاوز تعرفها. يا جماعه احنا بنصلح في شهر 6 وكمان هيبقى في رمضان، فشيء طبيعي حر وصايم بتبقى انت مش في مودك العادي. معنى الكلام ده انك لازم تريح الدكتور كويس جدا وانت بتحل السؤال، يبقى دي اول حاجه. رقم اتنين، السلايفا. بيعمل ايه في السلايفا؟ انا بدور على كلمه فيسيد سكريشن. دايما الاستريس ينشف ريقك، ولما ينشفه لازم نعمل كونتراكشن للمايوكونسيليال سيلز اراوند الاسيلاي. طيب بلاد فيسلز فازو كونستريكشن، ده بصفه عامه. رقم اربعه سويتنج. كل الطلبه بتجاوب ده على هنا الميل. اي سلايفا سواتنج فيسلز. يا دكتور انا جاوبت كده 100 100 وهاخد الفول مارك. هتنقص ليه؟ لانك ما قلتش هورنر سيندروم. هنا عايز اقول نقطه كل الطلبه بتسال فيها، دكتور هو مش طالب مني هورنر سيندروم، انا عارفها بس ما كتبتهاش. احنا دايما في الفسيولوجي متعودين إذا ذكرت النورمال لازم تحط وراه ابنورمال. في حاجة اسمها باسو فيسيولوجي، يعني أنا قلت الطبيعي، طب إديني تطبيق لو تعرف واعكسه. يعني دايما الدكتورة فاتن كل سنة دي إيه؟ سيمباثيتك أكشنز أون ذا أورج وتسكت. كل طلبة بيجاوبوا الحتة دي. إليفيت ذا أبر أيميد ومايدريس وتمام. نسي هورنر سيندروم. تخيل ان الهورنر سندروم دي عليها نص درجه السؤال، لان ده هو الليجن في السمباثيك شين للهيد والنك، فيحصل العكس. بدل ما دايليت كونستريكت مايوزس، بدل ما الابر ايليت اليفيت دروب توزس، مش هيحصل عرق ان هايد روزس وعينه تدخل لجوه اينو سالوس. طبعا اينو سالوس دي في الانيمالز او اكسو سالوس. لو انت جاوبت كده هتنقص. طب ليه انقص؟ نسيت تقول كلمه مهمه، يوني لاترال ليجن. يعني يوني لاترال؟ لو ده السمباثيك تشين على الجنبين بتوعي، واحده اتصابت والثانيه سليمه، ده اللي اكتشفه هورنر سيندروم. طب نيجي لبقيه الاكشنز اوف سمباثيك. ريسبيراتوري، برونكاي هتوسع هاخد اكسجين اكتر، فازو كونستريكشن اوف بالمونري ارتري. قاعده عامه عشان ما تنساش، اي اكشن هتقوله اوعى تنسى الفيسلز. يعني دايما تقول طب والفيسلز اخبارها ايه؟ والقاعده العامه انت عارفها، هيضيق كله ما عدا اتنين. نيجي للسي بي اس، غلطه الطلبه كل سنه في ايه؟ دكتور فاتن من كذا سنه تقول لك actions of sympathetic on CVS. طلبه دايما موجهه على ايه؟ على الفور كاردياك بروبرتيز للسمباثيك. يزود الاكسايتابيلتي، الريزميزيتي، كوندكتيفيتي، كونتراكتيفيتي. كلام جميل جدا، لكن نسيت تتكلم على الكوروناري فاسلز. ده العنوان اسمه سي في اس، يبقى كاردياك اند فاسكولار. دي عليها ضرر، فازو دايلاتيشن اوف كورونري. واوعى تقول لي وسع الكورونري وتسكت، لازم تكتب تحتها عنوان ميكانيزم اوف اكشن. الطالب الشاطر اللي بيريح المصحح في اخر السنه لازم اجابته تبقى مبنيه على بوينتس، نقط. اوعى تجاوب بفكره باراجراف زي كتاب الاسم. ليه؟ لان انت لما تجاوب الكلام على بعضه انا غصب عني، وبنصلح ورق كتير في اليوم يا جماعه، اكتر من 120 ورقه في اليوم، اسئله كتيره جدا ممكن اظلمك، وانا مش عايز اظلمك، فانت لازم تجاوبني كده على مين. العنوان ده يبقى عامل زي بالظبط هايلايت، زي الفلاشر قدامي. خلي بالك دي
دي مهمة. يبقى أول عنوان تقولي كارد تحط تحتيه 1 2 3 4 وتحط المصطلحات دي، يزود الهارت ريت كرونو ترابيك، يزود الفورس اوف كونتراكشن اينو ترابيك، وتحط تحتيها خط بالرصاص كده. انت بتعرفني ان دي نقطة مهمة. وازاي يوسع الكورونري؟ دايركت عن طريق البيتا 2 ريسبتورز. في يا جماعة غلطة في كتاب الاسم عايز اقولها. البيتا 2 اللي بيستقبل السمباثيك ادرينالين او نور ادرينالين موجود على السموث ماسل في اللايننج اوف ذا وول، مش موجود عند الالفا 1. يعني الكتاب قايل ان الالفا 1 ريسبتور على السموث ماسلز اوف بلاد فيسلز. غلط. البيتا 2 ريسبتورز هي اللي موجوده على السموث ماسل. خلصت دول، قلنا الكوره سمباثيك العكس. نيجي للاكشن اوف سمباثيك اون جي اي تي. نفترض اني جابت لك سمباثيك اكشن من جي اي تي. دكتور فاتن ما بتحبش الاسئله اللي فيها التسميع الكتير، لا، تختار لك اون جي اي تي بس، تختار اون سي في اس، تختار اون هيد اند نيك. لو قالت جي اي تي السؤال ده اللي بعديه كام درجه؟ 6 درجات. ليه يا دكتور؟ لان هما 6 نقط. بيعمل ايه على الاستومك؟ طبعا ريلاكس زول واقفل سفنكتر. انا مش عايز اهضم دلوقتي، السمباثيك عندي شغال. طب على الليفر اكسر الجلايكوجين الى جلوكوز كسورس اوف انرجي. جول بلادر، ريلاكس الوول واقفل السفنكتر لان انا مش عايز اخرج بايل، انا ما بهضمش دهون. طب على السبلين كونتراكشن اوف سبلين، شوفوا انا كاتب لكم في الورقه سبلين كونتراكشن. لو طالب بقى من الاوائل يزود جمله كمان، يقول ده السبلين لما بيعمل كونتراكشن هيزود الريد بلاد سيلز في الدم، يبقى الهيماتوكريت فاليو زادت. هو ده الكلام يا جماعه اللي بيخلي الدكتور وهو بيصلح ورقتك يقول الله انت مش معايا بس روحك موجوده معايا. الكلمه عجبته فقال هيماتوكريت فاليو كيدني رينين سكريشن. انا هنا قلت يزود الرينين وسكت. اي طالب بيتفرج على الفيديو دلوقتي خلاص انتوا في نهايه سنه اولى، يقول لي يا دكتور انا ممكن ازود كلمه عشان اخد فول مارك. رينين يحول انجوتين سانجن لانجوتنسن 1، هقولها مع السي بي اس، والانجوتنسن 1 يتحول لانجوتنسن 2 وده يزود البلد بريشر. يعني ممكن الكلمات دي ازود منها جمله زياده عشان اوصل للفول مارك، حجز يبقى اول بلد فيست. عشان كده عايزك وانت في البيت بتذاكر الجزء ده لازم تبقى مدمرمك حلو. انسان قاري هيقول لي على الجي اي تي يبقى 6 نقط، ليفر، سبلين، بول بلادر، كيدني، بلاد فيسلز، ستمك، لازم تبقى متبرمج لان هيجي لك السؤال تروح حاططها وفي ثواني قايلها. فرضنا انك نسيت، اتفقنا فيديو المقدمه اعمل ايه؟ ادور على السؤال انا فاكره لغايه ما بعد كده تفتكر. طيب على البلفس، السمباثيك بيعمل على البلفس. حط في بالك ان البلفس 3 حاجات، بلادر وريكتم وساكس اورجنز. بلادر ريلاكس زول، كل الدفعه عارفين ده، كونتراكت ذا سفنكتر. اوعى بقى تنسى انترنال سفنكتر، دي اللي عليها الضرر، ان انا عندي نوعين من السفنكتر فبقلل الميكتوريشن. ونفس الكلام في الريكتم، كونتراكت ذا انترنال انال سفنكتر فبقلل الديفيكيشن وبعمل ايجاكيوليشن. دول التلات نقط. لو تلاحظ انا كتبت بالعرض اسم النيرف ليسر سبلانكليك عشان ابين اللي بيصلح ورقتي. انا ما حطيتش كده ريكتم بلادر سكس اورجنز والسلام، لا، انا فاهم اسم النيرف مين. في نقطه مهمه جدا بختم بيها الصفحه دي، الاورجنز سبلاي اونلي باي سمباثيك. لازم تكون عارف ان هما بيبتدوا بحرف الاس. سكين، سكين دي فيها سوات جلانس، مستحيل ربنا يخليك تعرق ديورينج ريست.
حتى لو انت قاعد في البيت يبقى في ستريس حد ضايقك، يبقى ده سبلاي باي سمباثيتك. عشان ما تنساش سمباثيتك اول حرف فيها اس، سبلاي حاجات بحرف الاس لوحدها، يبقى سكين سكيليتال ماسل بلاد فاسلز سبلين، ودي نقطة مهمة جدا، سبلين وسوبرارينال أو أدرينال مظلة، سبلاي باي سمباثيتك لأنها بتطلع أدرينالين ونور أدرينالين. دي جت ام اس كيو قبل كده، دكتور فاتن تقول لك ويتش أوف ذا فولوينج إز سبلاي باي سمباثيتك أونلي، وتدي لك أربع اختيارات وتشوفك أنت عارف مين فيهم الصح. طبعا زائد الفنتيكلز كلنا عارفين ان في فيجال اسكيب، الفيجاس داز نوت سبلاي ذا فنتري، زائد البيوبيلو دايليتور ماسل اورجنز سبلاي باي باراسمباثيتك، الحاجات الخاصه بالجي اي تي، اسوفيجاس جاستريك جلانز، لان هي محتاجه سبلاي اورجنز تساعد على الهضم، وكمان بيوبيلو كونستريكتور ماسل. قبل ما اسيب الصفحه دي في ام سي كيو دكتور فاتن جابته في نص السنه، هفكر الطلبه دي جابت الفيجاس نيرف وعملت اربع اختيارات صح، طلبه كانوا مستغربين، فيجاس نيرف كونتراكت ذا وول وريلاكس ذا سفنكتر بتاع الاستمر صح، فيجاس نيرف بيزود البايل سكريشن صح. ايه بقى النقطه اللي كانت غلط وكانت عايزه اكسنت؟ هل الفيجاس مسؤول عن ميكتيوريشن؟ الاجابه لا، فيجاس نيرف في الاناتومي لا يصل الى البلاد، اللي بيوصل هو البلفيك نيرف، فدايما هي تركز على فكره فيجاس وتدي لك اكشنز بصفه عامه لباراسمباثيتك عشان تلخبطها. لا خلي بالك، فيجاس ما بيعملش ميكتيوريشن، اللي بيعمل هو بلفيك نيرف.